طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ خلاص كام دقيقه بتكون وعي تماما؟ طب الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك. في ايه؟ ايه اللي حصل بس يا امينه؟ خضتينا عليكي. في شيء يخوفك بالمكان اللي كنت فيه؟ اصلا انا شفت واحد شبه بابا قوي، شبهه بس ده هو بابا. معقولة اللي بتقوليه ده يا امينه؟ في حد بيموت وبيصحى تاني؟ في بس تلاقيكي كنت بتحبي بابا قوي. كنت بحبه قوي، اصله كان احن واطيب اب في الدنيا. طب بس استاذن انا بقى. اتفضل يا دكتور. عن اذنك. متشكرين متشكرين قوي يا دكتور. مع السلامه. امينه قولي لي، انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله يا اكمل، احسن. طيب لو احتجتي اي حاجه كلميني على اوضتي، في ثانيه هبقى عندك. ها متشكره قوي يا اكمل، تعبتك معايا. تعبتيني ايه بس يا ستي؟ انت بس ما بتقعيش تاني كده وتخضيني. ها حاضر. صباح الخير. وانت من الو 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 سهرتني انت النهارده سهره عمري ما سهرت زيها في حياتي. بس الحمد لله عدت على خير. ها كانش فيها لا مشاكل ولا اغماءات ولا حد بيقع من طوله. اسكت بقى يا اكمل، هو انت يعني لازم تفكرني؟ عارف الراجل اللي انا شفته ده كل ما بفتكره بحس ان هو بابا فعلا، اصل شبهه كده بطريقه تغيظ، بس التاني يعني مودرن على الاخر. يا امينه يا امينه، مفيش حد بيموت وبيصحى. انت عمرك سمعتي كده؟ هو في كده ابدا؟ طب ايه رايك بقى انك بعد ما خدت الدكتور من عندي ومشيت جالي تليفون على الاوضه، رديت عليه محدش رد عليا، بس سمعت صوت نفس وكان نفس بابا. يا سلام، بابا كان ليه صوت نفس معين؟ يا امينه حاولي تفهمي، اللي بيموت يا حبيبتي ما بيرجعش. الله يرحمك يا بابا. يرحمنا جميعا. بس حبيبتي انا عايزك تحفظي صوت نفسك كويس، علشان اول ما اموت ارجع تاني واكلمك واتنفس لك في التليفون فتعرفيني على طول. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بعد شر عليك. طيب يلا ننام بقى علشان عندنا طياره بكره بدري. يا دوبك نلحق ننام. تصبح على خير. استني. ايه؟ هتنامي بدري قوي كده؟ انت تاني؟ فايده فيكي، مفيش فايده فيكي. اتفضلي. لا طيب. باي باي، انا هاخد الاسانسير التاني. تعالي هنا. يا سلام. طيب بابا بابا، هو هيغمى عليك. خايف انت اليوم عليك يا حبيبتي. يا بابا انا فعلا هيغمى عليا عشان انا مش مصدقه اللي انا شايفاه بعينيا ده. خلاص بلاش يغمى علينا احنا الاثنين يا حبيبتي. بابا انت بجد يا بابا عايش؟ طبعا يا حبيبي. يا بابا معلش يا ست أم، ولا تزعلي نفسك، إن شاء الله ربنا هينصرك على كيدهم السم دي. وأنا بقى هقول لك على المفتاح اللي يخليك تعرفي إيه اللي خلى المحامي يعمل فيكي كده في المحكمة. الحقيني بيها الله يستورك. البت أحلام. مين أحلام دي؟ تطلع مين يا أختي أحلام دي؟ دي واحدة كانت أتراك يا ست أم طول الفترة اللي فاتت دي، ولا أنت دريانة؟ طب وأنت عرفتي إزاي؟ ما هي أحلام دي أصلها جارتي، بيني وبينها مصانع الحداد عشان كانت عايزة تتجوز شحتة. اخص عليك يا سناء. بقى انت تعرفي ان في واحده قطراني وماشيه ورايا، وانت ما تجيش تقولي لي يا شيخه قولي لي كنت عملت احتياطاتي. لا والله يقطعني، انا برضه هعرف حاجه واخبي عليك يا ستهم. ده انا سمعتها هي وكيدهم بالصدفه، هما بيتودودوا وكيدهم بتقول لها تقطرك. ما تعرفيش توريها لي البت دي؟ عيب، وانا برضه يفوتني حاجه زي كده. من ايام ما كانت صاحبتي كان في صوره انا وهي مع بعض، هي عندي على المحمول. ده على المحمول؟ وريني. يا بابا انا مش مصدقه انا لحد دلوقتي حاسه اني بحلم. عارف يا بابا انا لو نمت وصحيت من النوم لقيت ده حلم ممكن يحصل لي حاجه. لا يا حبيبتي انت ما بتحلميش يا امينه، انا بابا
حنفي، ولو عايزه تتاكدي ممكن ابعت اجيب الواد شحت عشان تشوفيه. ازاي يا بابا انت عليك تعمل فيا كده؟ ده انا مريت بظروف صعبه قوي الفتره اللي فاتت، لو كنت جنبي فيها اكيد كانت هتمر اسهل كتير. عارف يا بابا انا جالي انهيار عصبي لما عرفت ان انت مت. يا للدرجه دي بتحب ابوك يا امينه؟ طبعا طبعا يا بابا بحبك قوي، ده انا لسه قايله الاكمل اللي انا بشتغل معاه ان انت كنت احن واطيب اب في الدنيا. ربنا يخليك يا حبيبتي، انا بس عايز اطلب منك خدمه. انا بينت نفسي ليكي ده عشان انا عارف اني مخي كبير وفاهمه وبتعقلي، مش عايز اي حد من اخواتك البنات يعرف، لان ده في خطر كبير على حياتي. معقول يا بابا انت بتطلب مني المستحيل؟ ده اخواتي لو عرفوا ان انا عارفه ان حضرتك عايش ممكن يقطعوني طول العمر. حبيبتي انا ظهرت لك نفسي عشان عارف انك مخ كبير وبتقدري. انا هنا يا امينه عشان خاطر مصر، مصر بلدنا اللي محتاج نضحي بعمرنا علشانها. انا في مهمه قوميه، بكره هتفخري بابوكي. انا بتعرف ان ابوكي بطل قومي. انت مش فاهم يا بابا الفتره اللي فاتت دي كنا ازاي شايفين نظرات الذل والاهانه في عيون الناس من ساعه ما ماما دخلت السجن، بس اهو الحمد لله طلعت براءه. كيدهم طلعت براءه؟ ايوه يا بابا. مالك خفت كده ليه؟ ما خفتش ولا حاجه، بس خفت تطلع وتعملها وتتجوز تاني. مين دي؟ ولا تقدر تعمل كده طول ما انا موجود، همنحها بالقوه طبعا. طبعا. قال قول لي بقى يا بابا، يا فريد عصرك واوانك، يا محطم قلوب النساء، ايه حكايه الست حلاوتهم دي؟ هو انت ما فيش حاجه تخفى عليكي؟ طبعا. مالك يا حلاوتهم؟ سرحانه في الزمن واللي عمله فيا، بقى نطلع بالهبل ده كله وضيع عمري كله بلاش. يا اختي لا الزعل بيفيد ولا بيرجع اللي راح. عندك حق عليا، بس والله والله لا خليك يا كيداهم تبكي بدل الدموع دم وحتني باحلام. ناوي على ايه حلاوتها؟ احنا مش هنأذيها، احنا هنعرفها غلطها. ايه كيداهم طردت حلاوتهم الفيلا؟ اه وبقوه الشرطه كمان. مسكينه حلاوتهم. هي مين دي يا بابا اللي مسكينه؟ ما تقولش عليها كده عشان الست دي مش مسكينه خالص. لا يا بنتي انت ما تعرفهاش كويس، حلاوتهم دي كانت اطيب واحده في الدنيا. مش عارفه بقى بابا يعني، بس حضرتك اكيد ادرى بيها يعني. هو بقى ليه ما طلقتهاش بعد ما اتجوزت ماما؟ موضوع شرح يا دكتور. طيب بقول لك ايه، انت هتوحشني قوي بقى بعد ما امشي من هنا، ولازم تتصل بيا وتطمني عليك. هيغمى عليكي ثاني. حاضر حاضر حبيبتي، هكلمك واطمنك عليا، بس امان عليكي امان عليك يا امينه، ما تخليش كيداهم تتجوز تاني وتجيب لي ضره جديده. يا اهل المنزل. ما انت عارفه ان ولادي مربياهم احسن تربيه وبيحبوني من قلبهم من جوه. طبعا مش ولاد كيداهم. وحشني قوي اللي انتوا بتعملوه مع بعض ده. قولي لي يا بنتي امينه، ها عملت ايه في الشغل هناك؟ ربنا وفقك والحمد لله. اسكت يا ماما. الحمد لله الناس كلها كانت مبهوره بالموديلات وبالذات الحاجات اللي من تصميمي. يا اختي الله هو اكبر، خمسه وخميس على بنت جدعه يا بنت. ايوه بقى جدعه طبعا، وستين جدعه كمان. بس انا حاسه كده ان معانا مدام كارفن في البيت واحنا مش واخدين بالنا. بدانا تريقه اهو. بس يا بت ما تضايقيش اختي. حاضر يا ماما. لعلمك يا حبيبتي طول عمر امينه بتفهم في الذوق زي امها طالعه. طبعا. قولي لي بقى عملتي ايه في لبنان وشفتي مين؟ ايه شفت مين دي؟
يعني تقصدي ايه؟ ما شفتش حد طبعا. يعني هايفا، نانسي، اليسا. هو انت تقصدي كده يا اختي؟ شفت فنانين كتير قوي كانوا حاضرين الديفيليه. خلاص طالما شفت الفنانين دول كلهم تبقي تحكي لنا بقى من طقطق لسلام عليكم.